السلام عليكم. كاين بزاف قال لك راكو ديروا معارضه غير تنتقدوا وتشوهوا صوره الجزائر وما نعرف واش. حنا ما راناش ننتقدوا هكذا، كي تكلمنا على تنظيم هذا الرياضه تاع الشان وقلنا باللي تبذير الاموال كان لازم يسكنوا الناس ويداويوا الناس ويبنوا بهم مزينات. المهم نوريكم حومه برك هنا في الاخضريه، هذا النموذج، لان الاخضريه راهي مدمره راهي مدمره. نوريكم حومه برك ها معذبون فوق الارض ساكنين يعني في جحور ما قبل التاريخ. سكنوا هذو سكنوا الناس، داويوا الناس، ديروا الشباب يخدم، ديروا الصناعه وديروا باش نبداو نشوفوا الرياضه ونشوفوا. قلت باللي الرياضه هذه راهي ملايير المليارات قال لك حنا بهرنا العالم. هاوليك هاهم كيفاش ساكنين الناس، يعني يحشوم نوريكم الداخل كيفاش راهم مساكن وصابرين. هو علاش رانا نتكلم، رانا ننظروا، حنا ما راناش ننتقدوا باش الجزائر، رانا ننتقدوا على المسؤولين الفاشلين سورتو هنا في الخضريه وما جانهم محاكمين بلايص يصوفوا با مال. هذه الخضريه مدمره، راكم شوفوا مساكن، شوف يشرب برا، هاي التواليت، هذه التواليت يعني العاقبين والانسان يدير حاجته هنا السانيتير كاع ماكش. شوفوا بارطاجيو ريغاردي ويقول لك راكو تشوهوا في الجزائر وما نعرف، كي نتكلموا على النقائص او على اهمال تاع النظام هذا للجزائريين ناس عايشين في الجحور في الغيور وقادي كيس كيس باس وهنا يسكنوا ثلاثة ولا أربعة، يعني نحشم إلى ندخل الداخل. روغادي هذا اسمه نموذج كما يقولوا برك هنا في الخضرية، كاين 77,000 كارتي، ويقول لك درنا الألعاب، الملعب بناوه الشناوة والمحرقات الشناوة واللي يبث اسبانيول، وحنا دخلنا بالمال الفاسد كي يلموا الدراهم ما يعرفوش وين يديروهم، يديروهم في الالعاب. قال لك نبهروا نهار نسقموا رواحنا السكان يسكنوا والشباب يخدم ونديروا صناعه كي نخدموا صاروخ نقدروا نزوق قدام الاجناس. روغاردي كيس كيس باس، هذا في الخضريه في الخضريه. شوف بارطاجيو سي بوسيبل.